طيب نكمل. 54-year-old woman with history of rheumatoid arthritis present with a one-week history of bloody diarrhea. This has been associated with fever, abdominal pain. Her rheumatoid is normally well controlled with methotrexate. A stool sample is sent which show Campylobacter jejuni. What is the most appropriate management في الحالة دي؟ عندها 54 سنة بتشتكي من روماتويد أرثرايتس، بتعالج بميثوتريكسيت وكنترول، بس عندها بلادي دايريا فور 1 ويك وفيفر وأبدومينال بين وكده. طيب احنا هنعمل ايه بقى في الحالة دي؟ هل الكومبايلوباكتر طبعا كانت ايه سيلف ليميتد يعني، فهندي ايه بقى؟ هندي فلويد بس ولا هندي فلويد ومعاه انتي بايوتيك زي هو الحالة؟ لو هو لو اي لو هو في كومبليكيشن جامده هندي مع سيبر، وما فيش بنهدي فلود الون يعني، بس هو مش بيديني هندي، اي لا ما هو معلومه. لا ما هو هو هندي بلادي كلاريسترو بقى مش سيبرو. بلادي داري، هندي كلاريسترو. كومبايلو باكتر كويسه. شبه الكومبايلو باكتر اسمها ايه، اليوباكتر بيلوري، نفس العيله يعني، فيمشي معاك كريثرو مايسن احسن يعني. انا قصدي مش مدينا ضغط، مش مدينا استميشن. تمام. مش هو قصدي مديك، هو مدينا مديك ان بس. هو ماشي على ميزوتريكسيت، ما لا لا ميزوتريكسيت ده كأنه ميونو كومبرومايزد. لا لا هو انت ماشي ماشي صح، كلامك مظبوط، بس هي لو ايوه سيفير، قصده لو سيفير. طب احنا نحدد سيفير دي يمكن من البلادي دايريا يعني والابدومينال بين لا والبيت. هي عشان هي هو قال لك ان كان لو احنا فاكرها حسن في الانفكشن قال لك ان انت بتدي كلاريسرو في الكامبيلو باكتر في حالتين، يا اما ميونو كومبرومايز زي الايدز هنعتبر الميزوتكسيد زيه برضه، فاهم او انت قصدي؟ واحد على يا اما اميونو سبريسنت. او هو ما الاميونو سبريسن زي الايدز او البتاع، وقال لك لو كان مش عارف بيعمل 6 ولا 7 مرات ولا 8 في اليوم وقعد اكتر من اسبوع تقريبا في بلاد كده يعني، دي صح الحاجات صح اللي ايه اللي بيقولها يعني. يبقى هنا الكومبايلوباكتر انفكشن از اوفتن سيلف ليميتد، بات اف سيفير ذن تريتمنت والكلاريثروميسين مي بي انديكيتد. This lady is immunocompromised على الميثوتريكسيت and severe infection, fever, blood diarrhea, prolonged history. She should therefore be given antibiotic. طبعا البريتش بيقولوا انه الكريتروميسين هو الفيرست لاين، بتهيألي السيبرو والسكند لاين. هو كان الكومبايلوباكتر قايل عندها ضيارية كام يوم ولا ما قالش؟ لا ما قالش، لا ال 1 ويك كان قال 1 ويك، وان وين؟ ما سمعتش تمام. كام، 1 ويك اوكي. تمام. الكومبايلوباكتر هنا بيقول هي الكومونست بكتيريال كوز اوف انفكشوس انتستاينال ديزيز في اليو كي، مشهوره جدا كومبايلوباكتر، وكانت بتتنقل عن طريق الحاجات اللي هي الاجبان والحاجات اللي ما بتطبخش كويس والقصه دي. The majority of cases are caused by gram negative bacilli اللي هي الكومبايلوباكتر جيجني، spread فيكو اورال، وانكوبيشن بيريود بتاعتها يعني نقول ايه 1 ويك مثلا. بريدروما هيبقى فيه هيديك وماليز، بعد كده دايريا اوفتن بتبقى بلادي، ما عارفين ان هي كومبايلو باكتر من ضمن الحاجات اللي بتعمل بلادي دايريا. ابدومينال بين ميميك الابندسايتس دي قديمه عدت علينا قبل كده. المانجمنت عاده بيبقى سيلف ليميتد، بس هنا بيقول لو اف سيفير اور البيشنت از اميون كومبرمايز. صح نور عليك، كان هما الاثنين صح، لو هو سيفير ديزيز يعني ديزيز سيفير، او العيان اميونو كومبرمايز سواء ايدز او اي حاجه بتاخد اميونو سبريسيف ديزيز او حاجه زي كده، يبقى لازم ان هنا كلينيكال نولج سمرايز اوسو ريكومند الانتيبيوتيك في سيفير سيمبتومز زي هاي فيفر بلاد دايريا اور مور ذان 8 ستول 8 ستول بير دي، يعني مش شرط يقول لك لونج ديوريشن، ممكن عدد الستولز كتيره برضو بير دي. دي كده بتقول او مور ذان 1 ويك اهو، دي عدت علينا يعني. السيفير احنا ممكن نحسبها بالعدد او بالديوريشن او اميونو كومبرمايز، كل ده هيؤدي ان احنا نضيف انتيبيوتيك. الفيرست لاين هيبقى الكريتروميسين، السكند لاين هيبقى السيبرو كبديل له تمام. الكومبليكيشن طبعا عارفين الكومبايلو اكتر بيبقى معاه جيليان باري ومعاه ريترز سندروم، وممكن يكون سيبتيسيميا واندوكاردايتس وارثرايتس. حد يفكرنا بالريتر سندروم كده عشان انا عايز افتكره ومش قادر افتكره بصراحه. اللي هو بتاع اللي اسمه ايه يا احمد؟ قول يا احمد، انت اللي عارف، انت اللي قلته النهارده. احمد راح فين؟ احمد مشي.
اللي هو اللي بتاع الارثرايتس ده، اللي هو اللي كانت بي كانت سي كانت كلايم ذا تري. هو رياكتيف. ايوه صح، ده رياكتيف. تايب ايوه فعلا. رياكتيف ارثرايتس. ايوه تمام يا حسن. تمام. طيب اخر سؤال بقى بيقول: A 70 year old male present for advice regarding hyperlipidemia. In the recent past, he has trialed diet modification and exercise. He has a past history of hypertension with diabetes type 2. His medication بياخد aspirin وAACE وبياخد metformin. والفاميلي عنده family history، أخوه ووالدته having coronary artery bypass graft، يعني إيه عندهم coronary artery disease يعني من الآخر. ده بيفكرنا بموضوع الإيه؟ الهيرديتري هايبر ليبيديميا يعني. تمام يعني نبص بقى على التوتال كوليسترول، كان 5 كويس، طور كويس 5.2 اللي هو العالي. ال LDL 2 و5 برضه معقول، ال HDL 1 و1 تمام، ترايجلسرايد هو اللي عالي، يبقى عنده اللي هو هايبر ترايجلسرايديميا، which would be the most appropriate management choice to reduce the risk of cardiovascular event. ده هنا ايه السؤال، بيحدد لك حاجه معينه اللي هتقلل الريسك، هل الكوليسترامين، هل الاتروفاستاتين، هل الايزيتيميب، هل الجيمي فايبرو زيل، هل الاوميجا 3 فاتي اسيد. ده فايبريت يعني ولا ايه؟ جيمي فيبريزول. تمام، اي واحد فيهم، اي واحد هيشتغل على الترايجلسرايد وفي نفس الوقت هيقلل الريسك اوف كارديو فاسكولار ايفنت. تالت تقريبا ولا ايه؟ هو دايما الترايجلسرايد دايما بيستخدموا معاه الفايبريت، كله دلوقتي بيستخدموا معاه الاتور يا دكتور، كله بس كله الاتور دلوقتي بيستخدم، على اساس انه هيقلل الاثنين بس هو هيقلل الريسك. ايوه بس ايوه الاتور برغم انه هو الافضل فعلا الفايبريت في الترايجلسرايد، بس هو الدراج اوف تشويس دلوقتي الاتور برضه بيستخدموه احيانا. انا ده اخر جايد لاين كنت قريتها مره كده يعني، ان هو دايما دلوقتي الاتور كل حاجه راشق فيه. طب معلش يا محمد ما تقرا شويه، انا طفيت خالص، انا مهنج خالص. طيب ماشي. طيب the patient has an isolated hypertriglyceridemia and significant cardiac risk factor. عنده triglyceridemia وريسك فاكتور طبعا. This is what a question is trying to demonstrate. While fibrate are well known to be effective against hypertriglyceridemia, his risk factor burden is enough that statin, which is also functional on triglyceride level, not just LDL. يعني هو برغم ان عنده cardiovascular risk، عنده cardiovascular risk مع hypertriglyceridemia، بس انت ايه هتستخدم الاتور عشان الاثنين ماشي الاثنين مع بعضهم يعني، عشان كده بقول لك بقى بيستخدم يعني. Is the first a first choice in this situation. In particular, fibrate have not been shown to reduce cardiovascular event in the presence of diabetes while statin here. وحتى انت في كلو تاني للسؤال ده، ان هو انت هنا انت عنده cardiovascular risk كتير، diabetes وhypertension ومش عارف ايه وبتاع، انت في البتاع كان يقول لك ايه لما تلاقي الريسك كتير هتستخدم ايه الاتو يعني، من غير حتى بقى سيبك من البتاع بتاع ما حدش ما يحدد لك. يعني هو اصلا لا بس هو ما قالكش من غير ما يحدد ما قالكش لك. ما استنى بس يا حسن، لا وهو يعني مثلا في السكيما دي او في الجايد لاين ده اللي هو بتاع النايس، عمره ما قال لك لو لقيت الترايجلسرايد العالي بس تدي مثلا فايبريت، هو قال لك استخدم الاتور صريحه كده، قال لك ما فيش حاجه تستنى اللي هو البرايمري بريفنشن، هتعمل كيو ريسك لو اكتر من 10، وده شكله اكتر من 10، ده 70 سنه ومش عارف ايه وبتاع، شكله كبير يعني، فاهم انت قصدي، الموضوع كبير معايا، فده هتستخدم معاه الايه الاتور طبعا، ما فيش يعني من غير تفكير اصلا السؤال يعني ايه، في كذا حاجه تجاوبه يعني. طب نكمل كده، ننزل تحت نكمل، انزل يا حسن. خلاص انا ال اتش دي ال عندنا ال اتش دي ال واحد من 10 كويس. ال اتش دي ال قليل فاهمني يعني، هو الحاجات الحرب اللي احنا خايفين منها ما فيهاش مشكله. ايوه ما هو يا دكتوره يا تيسير، هو كل الابواب تودي الاتور، لو انت ماشي بالاسم وده ان عارف المعلومه ان الاتور هو اللي بيستخدم في حتى دلوقتي الدراج بتاع الهايبر ترايجلسرايديميا مش هايبر كوليستيريميا هتكتبه، لو مش عارف وفكرت بطريقه الكارديو فاسكولار ريسك فاكتور ومش عارف ايه والكيو ريسك وبتاع وكبرايمري بريفنشن برضه هتكتبه، مش هتكتب حاجه ثانيه،
فانت كل التفكيرات هتوديك للايه، ناحيه الاطور، مش هتوديك ناحيه الايه الفايبريت. فاهم قصدي؟ نكمل. طيب ممكن ساس بس ان اقول تعليق كده اتفضل يا سريعا. دكتور. بص يا جماعه، عشان نبقى عارفين احنا العلم ماشي ازاي، او ايه نيو ترند معانا في الانتي هايبر ليبيديميا. انا لما بيبقى عندي هايبر ليبيديميا سواء كانت اسوشيتد بهايبر ترايجلسيريديميا او نوت، اول دراج انا بستخدمه هو الاستاتين. الهايبر ترايجلسيريديميا في طبيعتها بتتحول بعد شويه، جزء منها بيتحول ل ال دي ال، فبالتالي هي اوريدي بترفع برضو ال ال دي ال. قالوا الانجلي او سوري الاوروبيين قالوا لو رفع الترايجلسرايد عندك لوحده ايزوليتد عن 350، والامريكان قالوا عن 500، ابتدي عالجه. لكن لو ما رفعش عن كده ما تعالجوش هو كايزوليتد، هم بيعالجوه علشان خاطر هم بيقلقوا من الاكيوت بانكرياتايتس معاه. اول دراج انا بستعمله هو الاستاتين. الاستاتين هنا لانه هو ليه بليوتروفيك افكت، مش بس كمان عشان يقلل الدهون، لكن عشان يقلل الانفلاميشن في الفاسكولار وول، عشان يقلل الليبيد كور، عشان يحسن الاندوسلايزيشن بتاع الانتما بتاعه الفيسل، فبالتالي يقلل الاثيروسكلروتيك افكت اللي هي بدايه القصور اللي بيحصل في الشرايين. فاحنا بنستعمل الاستاتين. طيب انا استعملت استاتين وستيل عندي الترايجلسرايد بتاعتي، استاتين بقى ايا كان اتورفاستاتين يعني او فايبريت ساعتها كده، هبتدي بقى استعمل ادجوفنت ثيرابي بقى. ابتدي استعمل فايبريت، ابتدي استعمل اوميجا 3، ابتدي استعمل يعني انا بستعمل الكلام ده. هل فور لايف؟ لا 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 خالص، احنا بنستعمله فور اوايل، فتره بسيطه، لاني اضافه الفايبريت للاستاتين بتزود من المايوباسي وبتزود من الليفر امبيرمنت، فبالتالي استخدام الفايبريت عندي بستخدمه لما الترايجلسترايد بيوصل لارقام عاليه، على الاوروبيان 350، على الامريكان 500 فما فوق، فانا بقلق من الاكيوت بنكرياتايتس، مش بقلق من الفاسكولار ايفنت او الكارديوفاسكولار ايفنت اللي بتحصل، لان انا يهمني في المقام الاول ال LDL ومش ال HDL كمان. يعني ال HDL ده عند بعض الناس هتلاقيه واطي حتى لو عملوا ايه. طبعا هو بروتكتيف، لكن انا دايما لما ببص في البارامترز بتاعتي ببص على ال LDL رقم 1 و2 و3 و10 بلس الريسك فاكتورز الموجوده، الدايابيتس طبعا. بالنسبه لل 10 year risk factor، هو خد بالكم ان هو في النايس بيرجع يقول لك ايه، 10 year على استحياء، لكن احنا بنقول ان احيانا بنطنش ال 10 year وندي لما نحس ان العيان ده لا ال 10 year دي هتبقى خد علينا ومش هتحسب لنا. احنا قلنا زي الفاميليا الهايبركوليستيروليميا يا دكتور نيند. ايوه احنا قلنا يعني دي ما بنستخدمش فيها الكيو ريسك. هو راح قال لك هو راح قال لك العيان اللي ما دون 60 سنه يعني ما تستعملش معاه التنين، فاهمني؟ لان هو بيقلق لان ده يانج ايج، فمش معقوله كمان يانج ايج وهسيبه وهو صغير بكارديو فاسكولار ايفنت بس. فهي دي الكونسبت بتاع الدراجز بتاعتي استعملها ازاي في الانتي هايبر ليبيديمس. طب نكمل يا حسن، انزل كده بقى نقرا البتاع بسرعه لانها كبيره. يعني ان 2010 14 نايس ابديتس ذا جايد لاين اون ليبيد موديفيكيشنز از بروف ان هاي كونتروفيرسال اتزمين از مينت ذات وي شود بي ريكومندنج ستاتين تو سيجنيفيكانت بروبورشن اوف ذا بوبوليشن اوفر ذا ايج اوف 60. اني واي ذا كي بوينت اذا مش عارف نايس جايد سابيرانس بلو، انزل بقى على الرسمه اللي انا قلت لك عليها دي، جت حتى في الكارديو اهي، شوف البرايمري بريفنشن 10 ييرز كارديو فاسكولار ريسك فاكتور اكتر من او يساوي 10 او تايب 1 دايابيتس او الكيدني اللي هي كرونيك كيدني ديزيز للجلومرال فلتريشن ليت اكتر من 60، هتبدا بايه بقى تورفاستات؟ محدش قال خالص موضوع الفايبريت ده. لو بيقول لك بقى هتبدا ب 20، لو من الاتش دي ال بتاعك نوت فولن الاتش دي ال، يعني انت بتبص في الاول مهم صح زي ما دكتور نادر، ال دي ال اهم عشان هايبركلوستريميا والكلام ده،
لكن انت لما تيجي تتابع كان تايب 2 دايابيتس مش كان تايب 1، هو تايب 1 اللي بيركزوا عليه شويه. هاي تايب 1 اه تايب 1 هو ده اللي بتبدا بيه على طول. تايب 1 هو اللي بتبدا ما بتعملش فيه كيو ريسك. لا تايب 1 اكتر من 10 سنين هو كده كاتب تايب 1 بس انا عارف ان مكتوبه مكتوبه فعلا في حته تانية صح اكتر من 10 سنين وبتاع بس بس هنا مكتوبه تايب بس تايب 1 مكتوبه بس ماشي ما علينا. هي تايب 1 ده لا هي المفروض هي المفروض بعد 10 سنين او مش عارف اكتر من او سنه اكبر من كذا فيها فيها حاجات يعني تانية كتير حتى لو سنه اكبر يعني مش عارف من كام مش يعني فاكر تايب 1 تايب 1 لا هو تايب 1 اكتر من 10 سنين او سنه عدى 40 سنه. ايوه لا في في حاجات تانيه كتير كرايتيريا في تايب 1 هنقراها دلوقتي اكيد جايه. هتروف ازاي هتبدا تتابع هو النون اتش دي ال مش مش الاتش دي ال يعني الال دي ال والكوليسترول لما تيجي تتابع منهم ما نزلش باكتر من 40% هتبدا ايه تتريت لغايه ما توصل لل 80. السكندري بريفنشن بعد قد ايه دكتور قد ايه؟ يعني 40% بعد شهر شهرين ثلاثه بنحسب لغايه ثلاث شهور. تمام السكندري بريفنشن بقى قلنا الاسكيميك هارت ديزيز والسيبروفاسكولار ديزيز والبريفر ارتيريال ديزيز هتبدا بتروفاستاتين 80. انزل يا حسن. طيب بتاخد مره واحده كده يا دكتور نادر العطور 80 ده بتاخد مره واحده يعني مش جرعه كبيره قوي ولا ايه؟ عطور 80 جرعه كبيره مش بنوصل لها بس احنا بنقسم الاستاتين. هو طبعا الكلام ده اعلى شويه من من اللي مكتوب يعني هو برده عايز يديك كونسبت واحد لكن هو الكلام تفصيليا في كلام كتير. احنا بنقسم الاستاتين للو انتنسيتي ومودريت انتنسيتي وهاي انتنسيتي وفيري هاي انتنسيتي ستاتين. الهاي انتنسيتي ستاتين ده يا اما روزوفاستاتين 20 يا اما اتورفاستاتين 40. لو العيان ما استجابش على كده يبقى بنرفع يا اما بندي اتورفا 80 يا اما بندي سيمفا سوري يا اما بندي روزوفا 40 يا اما بندي كومباينيشن ما بين الاتورفا 40 مع الايزيتا مايبا 10 اللي هو الانجي. ده بيسموه هاي انتنسيتي ستاتين. كل الحالات اللي فيها هاي ريسك عالي بنستخدم هاي انتنسيتي ستاتين. اللي احنا بنستخدمه الابليكابل عشان خاطر الليفر يا اما اتورفاستاتين 40 بلس 10 ازيتامايب اللي هو الانجي ده يساوي الاتورفا 80 لوحده او بنستخدم الرزوفا 20 لوحده. تمام ده اللي بيسميه هاي انتنسيتي ستاتين. ال 80 دي جرعه عاليه قوي مش بنقدر نستعملها لان خدوا بالكم الاتورفا من الحاجات اللي بتعمل مايوبس عكس الرزوفا فبالتالي الاتورفا ما بنوصلش لل 80 بس امشوا على الجايد لاينز زي ما مكتوبه هنا لكن هي ككلينيكالي مش بنستعملها بالشكل ده. سيستميك استراتيجي شود بي يوزد تو ايدنتيفاي بيبل او ايج. معلش عندي سؤال. ايوه اتفضلي دكتور حسين. دكتور نادر لو عيان تايب 2 دايابيتس سونج ستاندنج يعني 30 سنه والليبيد بروفايل بتاعه كويس تمام هو الكيو ريسك بتاعه 10 معدي ال 10 ده هنديله ولا لا؟ لو ليبيد بروفايل كويس الترايجلسرايد كويسه والال دي ال اتش دي ال والتوتال كوليسترول والكلام ده كله. عنده كام سنه؟ حوالي 65. طب هو ال دي ال كويس يعني ايه كويس؟ انت حاسبه على كام؟ على انا احنا بالنسبه لنا احنا اقل من 70 يعني احنا بالنسبه لنا احنا عشان دايبيتس فاسكولار ايكويفالنت فاحنا بنقول ال دي ال المفروض يقل من يبقى في النورمال هيبقى اقل من 100 في الكاردو اي حد كاردو فاسكولار ايكويفالنت اقل من 70. طب والعيان في مايكرو قلب منيوريا ولا لا؟ لا بص هو احنا العيان كام سنه عنده كام سنه حاليا؟ 65. 65 سنة احنا المفروض بندي لان انت بتعملي حاجة اسمها بتحسبي على الكارديو فاسكولار ريسك في بروجرام كده بينزل ماشي من الامريكان سوسايتي اوف كارديولوجي ده بيسموه اي سي في اي سوري اي اس سي في دي اللي هو اسكيفيد ريسك استيميتور بلس ده بتحسبي عليه العيان اوكي هيطلع لك الريسك لو طلع الريسك ده انترميديت ريسك هتدي ايه
اتور 20 او رزوفا 10. لو طلع اكستريم هاي ريسك هتدي هيبقى انت عندك بقى، لو هو طالع هاي ريسك يبقى الحاجه اللي طالعه عندك ال ال دي ال اللي طالع عندك 70 مظبوط. بس العيان ده فيري هاي ريسك وهو مش بياخد ستاتين وال ال دي ال بتاعه 70، يبقى المفروض انزله الكام؟ نص اللي عندي. يعني ال 70 ده هنا يعتبر ال 70 ده بالنسبه له عالي. انا لا انا فاهمه ان هو التارجت المفروض اقل من 70. لا لا مش التارجت هنا، يعني احنا مثلا لو عيان جي دخل لي العنايه نايف بيشنت ما يعرفش حاجه ودخل لي بام اي حلو، وبعمل له الليبيد بروفايل بتاعي لقيت ال ال دي ال بتاعي 50، هل ال ال دي ال 50 ده ما اديلوش؟ لا طبعا، ده الانديكيشن دلوقتي جايد لاينز ينزل للنص، يعني ال 50 ده انزله 25. ليه؟ لان في الديابيتس بالذات المورفولوجي بتاعه الخليه اللي بتطلع ال ال دي ال فيري باد، مختلف خالص عن المورفولوجي للشخص العادي، فبالتالي هيديني الكاونتنج بتاعها قليل، لكن الطبيعه بتاعتها اسيروجينيك اكتر بكتير من العادي، فممكن ال 70 ده في الاسيروجينيسيتي بتاعته تعادل ال 140 للشخص العادي. فده مع الديابيتك. فانت عندك بقى حاجه عشان كده احنا مش بنقدر نحسبها كده هابازردلي، انت بتدخليها في المعادله دي وبيطلع لك بقى العيان ده مودريت ريسك مايلد ريسك لو ريسك. عامه في قاعده عندنا اي عيان فوق 40 سنه ديابيتك ياخد يتحسب له الاي اس الاي اس سي في دي بلس ده، وعلى الاساس ده نديله ستاتين. هو هياخد ستاتين هياخد، بس هياخد مايلد ولا مودريت ولا سيفير حسب ما يطلع. طب لو مودريت لو مودريت اتور هتدي اتور 20 يا هتدي اتوريزا اللي هو 20 10 مثلا يا هتدي روزوفا 10. ليه 5 بقى 5 ليه؟ مش احنا 10 20 ايوه ماشي، بس اللي في الرزوفه بندي ال 10، ما بنديش الخمسه دي غير في الفيري مايلد كيسز يعني. تمام، بس اذا طلع بقى سيفير يبقى انا هدي الرزوفه 20 او هدي ال التورفا 40، ما نزلش معايا وريزيستنت هدي الاتورفا 40 زيتا ماي ب 10 اللي هو الانجي. بس يعني انا لو هحسب لك المريض، المشكله ان احنا بنلاقي ايه؟ بنلاقي ان المرضى دول فعلا بتبقى بنحسبهم بيطلع الريسك غير ما احنا عارفين خالص. يعني انت المريض الايج بتاعه كام؟ وانا احسبه، انا حسبته 88. الايج 65 وهو ميل صح؟ ميل وماشي. والسيستوليك بلاد كام؟ السيستوليك بلاد بريشر راوند 130 مش اكتر من كده يعني. والدايستوليك 80. توتال كوليسترول كان كام؟ 200 تقريبا يعني 200. والاتش دي ال 45 45 والال دي ال 70 70 وهو دايابيتك. هو سموكر؟ لا نيفر نيفر. وون هايبرتنسيف تريتمنت؟ بياخد هايبرتنشن. طب بياخد ستاتين ولا مش بياخد؟ لا ما بياخدش. وون اسبرين؟ طلع هاي 40 30 صح؟ من ثانية عشان معلش ثمانية وثمانية في المية. اه تمام. بس فهو ده هنا بقى هو هي
هيترجم لي يعني ده هيبقى مودريت ريسك. احنا اللي هو انترميديت يعني انترميديت عندي من 7.5 ل 19.5. تمام. يبقى العيان ده هياخد الافضل حاجه ليه يعني ممكن ياخد اتوريزا اللي هي اتور 20 على 10 او ياخد روزوفا 10 مللي. هو الاتوريزا ايه 20 على 10؟ الاتور 20 ايه ال 10 اللي تحت دي؟ ازيتامايب. تمام. تمام. فبندي 20 10 هو خيبريت دكتور نادر ده ال 10 ولا ايه؟ لا الايزيتامايب ده اللي هو كل الايزيتامايب ده من الحاجات اللي بتشتغل ازاي يا دكتور حسن؟ احنا عندنا ال ال دي ال حاجتين، جزء بيتصنع وجزء بيمتص من الانتستين. فده فانت لقوا ان بعض لقوا ان لما بقلل ال ال دي ال شويه الكوليسترول الباد كوليسترول بيمتص من الانتستين لان ال ال دي ال وقع كزي النيجاتيف فيدباك كده، فهو بيوقف كمان طريق الامتصاص بتاعه. تمام. بس فاحنا بنضيفه على الاطول. لو خد الكريست 10 هيبقى افضل ك كريستور 10 طبعا اقوى، الرزوفا اقوى عامه من الاتورف يعني ال 10 ال 10 بتساوي 40 مش هيعمل مايوباسي برضه صح؟ اقل في المايوباسي لان هو لايبوفيليك. سوري لايبو هايدروفيليك. طب لو بيشنت عنده ليفر سيروزس انت بتعمل له ايه لو هو كومبنسيتد؟ احنا بيعتمد اكتر على الانزيمز بتاعتنا، ماليش دخل سيروتيك ولا مش سيروتيك. بدي له لو دوز في الاول يعني، هي لو الانزيمات عاليه طبعا من الاول دي مشكله، لو الانزيمات عاليه قوي مش هقدر اديله للاسف استاتين. يعني اذا كانت الانزيمات من الاول عاليه 3 اضعاف اديله ايه؟ هيمشي بس على الايزيتامايب 10. لكن المشكله لو... بس في الليفر سيروزس ان الكورسر بتاع الليفر انزيم نفسه مش بيبقى زي النورمال لان هو اصلا في جزء سيروتيك، فالانزيم بتاعنا البتاعات اللي هي الريفرنس يعني بيحصل لها زي دامج للسيل فمش هتطلع نفس الكلام فاهمني. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في حاجات بتبقى الريزيرف بتاعتها في الليفر سيروزس قليله، فاي حاجه دراج انديوس هباتو توكسيستي ثانيه اي دراج بيعمل هباتو توكسيستي فهو ده بيبقى ليه لايبل اكتر من الهيلث يعني، فهي دي الديبيتابل اللي موجوده. في كلام يا دكتوره تيسير ان في كلام ان الاستاتين مفيده في الاسوفيجيال فاريسز في مريض السيروتيك كتير يعني كتير بقى يقولوا الكلام ده. هو عامه انا فاهم، هو عامه يا دكتوره تيسير احنا بنعتمد اكتر على القياس الانزيمات قبل وبعد. وبعدين الاستاتين بالذات فيها حاجه غريبه، الاستاتين هي مش دواء يرفع الانزيمز عند كل الناس، انما هو بتبقى رفعت الانزيمز عندهم زي حساسيه زياده من الليفر. يعني احنا بنلاقي ناس من الاول الانزيمات ما رفعتش حتى لو رفعت الدوز لجرعات عاليه قوي الانزيمات بتقعد زي ما هي، وفي ناس مجرد ما تشم بس الاستاتين تلاقي انزيماتها شوتينج. فهو الحل في العيان دواء لو الانزيمات مش شوتينج من الاول وهو كومبنسيتد، ابتدي مثلا بخمسة ملي وارفعي بسيط، او ابتدي باتور مثلا 10 على 10 اتوريزا 10 على 10 يعني 10 اتور مع 10 ازيتامايب. وان كان المفروض التاثير بتاع الرزوفا على رفعة الانزيمز اقل من تاثير الاتورفا على رفعة الانزيمز، فانت ممكن تبتدي رزوفا 5 وترفعي بعد تستني شهر وتعيد الانزيمات، لقيت الانزيمات كويسه ارفعي ال10، استني شهر وعيد الانزيمات، لقيت الانزيمات كويسه كملي على 10، امشي على نص الجرعه. تمام ماشي. اوكي. وانت على فكره الاستاتين هي الدراج الوحيد اللي بيطول عمر العيان غالبا، هو الدراج الوحيد عالميا حتى الان، الدراج الوحيد في الفارماكولوجي كلها اللي بيطول عمر العيان. يعني هو ده عشان كده كل الدوائر العلميه في العالم كله بتحرص انها تديه
في البداية. الكومبليكيشن اللي يمكن أغلبنا ما يعرفهاش عن الاستاتين برضو، دي أمانة هقولها، إن اتعملت ترايل في كندا اسمها جوبيتر ترايل. جوبيتر ترايل دي طلع منها زي بيبرز صغيرة كده، قالت إن النيو أونس الديابيتس مع العيانين اللي بتاخد رزوفا عالية شوية عن الكنترول جروب. يعني هو بيعمل نيو أونس الديابيتس في بعض العيانين، ان عيان اللي بيبقى عنده استعداد ممكن يعمل عنده القصة دي. يعني يمكن المعلومة دي مش جديدة عليك يا دكتورة تيسير، اكيد يعني مرت عليك. فهو اول مرة. نعم. أسمع. بس هو بيعمل تايب بقى واحد ولا اثنين يعني عشان السكريشن ولا تايب 2؟ تايب 2 طبعا. انا ما بنتكلمش على تايب 1 خالص. فهم هم ترايل قالت انه في الانسيدنس، هو الانسيدنس عامه للناس اللي بتاخد ستاتين اعلى من الناس اللي ما بتاخدش ستاتين في النيو اونس دايابيتس. بس بكام بقى؟ بحاجه كلام فاضي يعني، مثلا 2.2%، مش حاجه عاليه. بس لما قارنوا كل الستاتين ببعض الرزوفة طلعت اعلى سن، بس قالوا في الاخر ان ده لا يقارن بالبنفيت الرهيب اللي بيعمله. تمام. بس لان طبعا انت حاجه بتقلل عندك الفاسكولار انسلت على كل المستويات، مستوى البريفرال، مستوى البرين، مستوى الهارت، فطبعا ده يعني شيء لا يقارن يعني. بس ويا ريت الكل ينزل الـ البرامج دي يا جماعه على الموبايل، لان دي حاجه مهمه بصراحه. احنا بنحسب بيها ونريح نفسنا. يعني انت في ثانيه بتطلع العيان ده انترميديت ولا هاي ريسك ولا بتاع، لانك بدماغك مش تعرف تحسبها. بس يا ريت تصور لنا، اصل انا كنت منزل واحد على التليفون، يا ريت تصور لنا اللي هو اللي انت يعني معتمد عليه يا دكتور. انا هبعت لكم كل حاجه يعني. كتير عليه كذا برنامج يعني على الابلكيشن. حاضر نزل من عنيا. حاضر نزل لكم. تسلم كبير. طيب ماشي. الحاجه البسيطه اللي باقيه دي ممكن تقرأها دكتور نادر؟ معلش. حاضر. معلش. A systemic strategy should be used to identify people over 40 years who are likely to be at high risk of cardiovascular disease, defined as 10-year risk of 10% or greater. NICE recommended we use a Q-risk KCVD, اللي هي cardiovascular disease يعني risk assessment tool for patient aged أقل من 84 year. patient أكتر من 85 year are at high risk of CVD due to their age. اللي Q risk 2 shouldn't be used in the following situation as there are more specific guidelines for this patient group اللي هم الجيرياتريك يعني. type 1 diabetes patient with an essential glomerular filtration rate أقل من 60 أو معاهم albuminuria. patient with history of familial hyperlipidemia دول يعتبروا at high risk يعني. ليهم groups لوحدهم. اللي طبعا نعم الكيو ريسك ده دكتور نادر زي الاي بي اس سي دي اللي حضرتك قلت عليه ابلكيشن برضه؟ لا ده حاجه تاني. الكيو ريسك ده بيحسب الريسك فاكتور عامه. اللي انا التاني ده بيحسب بيقسم لك العيان بتاعك انهي ريسك جروب ياخد انهي ستاتين. الكيو ريسك مي اندر استيميت سي في دي. ودي النقطه بقى اللي احنا قلناها يعني، ده مهم بقى الجزء ده. النايس سجست الكيو ريسك مي اندر استيميت سي في دي ريسك ان ذا فولوينج بوبيوليشن. طبعا الاتش اي في والسيريس منتال هيلث بروبلم مش هيقدر يوصف قوي. التيك ميديكيشن كان كوز ديسليبيديميا. الحاجات اللي هي ايه بقى اللي بتعمل ديسليبيديميا؟ الانتي سايكوتيك
الكورتيكوستيرويدز امينو سبريسن دراج. البيبول ويز اوتو اميون ديس اوردر، عيان عنده لوبس او عنده روماتويد والكلام ده، سيستميك انفلاماتوري ده برضو غالبا لان هو بياخد امينو سبريسن دراج وكورتيكوستيرويد، يعني مش بس عشان خاطر هو فيه اميون ديس اوردر، لكن برضو عشان الدراجز اللي بياخدها اوريدي بتعمل مشكله معانا في الليبيد. طبعا في حاجات تاني تزود الليبيد زي السايزايد طبعا، دي ما ننساهاش، دي مهمه معانا. يعني دول ندي لهم من غير ما نحسب السكور يعني؟ لا، السكور مش هيبقى مفيد فيهم، هيديك اندر استيميشن. تمام وصلتني كده، دي حاجات خارج السكور يعني. لما بس احنا اللي نديهم من غير سكور اللي هو الدايبيتس تايب 1 واللي السي كي دي اقل من 60 مش نديهم من غير سكور، هو ليهم طريقه حساب ثانيه. تمام، مش بنعتمد على السكور اللي هو اللي بتاع بص كده، انزل سنه يا دكتور حسن، اطلع سنه لفوق، انا اسف، لا العكس. ايوه هنا بيقول لك ايه، لا، ارجع سنه تاني. ايوه بس هنا بيقول لك النايس جايد لاين ريكومند وي يوز الكيو ريسك تو ذا سي في دي ريسك اسيسمنت تول فور بيشنت لغايه اللي هم اصغر من 84 سنه، لكن اللي اكبر من 84 سنه ار هاي ريسك سي في دي ديو تو ايج. الكيو ريسك بقى shouldn't be used in the following situation. ليه بقى؟ As there are more specific guidelines، ليهم guidelines لوحديهم for those patient groups. تمام. في نقطة أخيرة برضو بالنسبة للستاتين، احنا مش بنبريفير الستاتين فوق سن 85 سنة. شو المصل يعني ولا ايه؟ لسببين، لان الاستاتين بتزود البرين دامج عامه، وبتزود الانسيدنس اوف هيموريدج. صدق انا وبتزود المعلومه دي كانوا كاتبينها على فكره، كانت مكتوبه في الباس ميديسن بس مش مكتوبه هنا، يمكن كانت مكتوبه في كل معلومه برضه دكتور نادر مكتوبه في الاستروك، يقولوا ما بيقولش لعيان هيموريدج ستاتين، ما بنديش الاستاتين. لا، في الاسكيميك ستروك العاديه ما تديش ستاتين في الاول عشان ما يحصلش هيموراجيك ترانسفورميشن. كانت دي معلومه فعلا قراتها زي كده. بصوا يا جماعه، هو موضوع الستروك ده كانوا بيقولوا ما تديش عيان برايمري، احنا بنتكلم على البرايمري. في نقطتين مهمين في الاستاتين عشان دي بتخلفوا ما بينهم، في برايمري بريفنشن سكندري بريفنشن. سكندري بريفنشن ما فيش حاجه تمنع الاستاتين نهائي. برايمري بريفنشن بيقولوا كان في ستاديز بتقول، هو تبع النايس يعني، انا ما شفتهاش غير في النايس، بيقولوا ان عيان البرايمري بريفنشن احيانا البرايمري بريفنشن ويجي له ستروك ده بيبقى خطر عليه، وبيقولوا ان هو ما تتعطيش لعيان كان في انتراكرينيال هيموريدج ريليتيفلي كونترا انديكيتد. بصراحه الكلام ده ما شفتوش في حته تاني. هو مكتوب في النص فعلا وغريب يعني، الكلام ده مش موجود في حته تاني. كان في بعض البيبرز بتتكلم، لكن انا زي ما بقول لكم البينيفيتس اوف ستاتين تطغي على اي كونترا انديكيشن، يعني حاجه رهيبه. بس احنا العيان ما فوق 85 يعني ايه يفضل ما ياخدش، وهنشوف عامه في الجيرياتريك لما نروح هل هم قايلين الكلام ده ولا هم عندهم جايد لاينز مختلفه. تمام يا فندم. في اي سؤال في الاستاتين حابين تسالوه؟ طيب